قصة لطيفة. اخ كريم لي يركب من مطار باريس ونازل على مصر عن طريق الجزائر. وبعدين قال يا سيدنا الشيخ انا قعدت في اول كرسي في الطائرة. وقعد جنبه اخ عربي مسلم من منطقتنا هنا. على يساره تجلس امرأة فرنسية وزوجها. فالاخ المسلم جاءت المضيفة بطعام الايه اللي قدموه على الطائرة. الاخ شمر كمامة وشال الملعقة والسكين على جنب ودخل بملعقته هو وبسكينته هو وبعشره هو. خلاص خلي بالك انت. المرأة الفرنسية يعني تكلم زوجها هكذا هم المسلمون هؤلاء هم العرب هؤلاء هم الاعراب هؤلاء هم المتخلفون الرجل ياكل بيديه الرجل يؤذي منظرنا هذا لا 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 نستطيع ان ندمجهم في مجتمعاتنا بالفرنسية. ويتظن ان الرجل لا يعرف ولا كلمة فرنسية. انهى الرجل طعامه ولعق اصابعه. المهم طبعا نحن لا نحرم لا ملعقة ولا غيره لكن يعني اذا وجد الخير وبركة. وبعدين نظر اليها وقال لها بفرنسية واضحة مدام دي واضحة انها ايه ده مش اي واحد يعني سبحان الله وبفرنسية واضحة قال لها هذه الملعقة وهذه الشوكة اكل بها على متن هذه الطائرة 100,000 قبل ذلك او مليون والله اعلم مدى نظافتها. انا بفضل الله لا اغسل يدي هذه فقط رجلي هذه اغسلها كل يوم 5 مرات فهي انظف من فمك. تضعضعت المرأة في مكانها وودت ان لو الطائرة باب فتسبط منه لكن اين يعرس 4-5 ساعات وهي مضطرة ان تجلس بهذا الحرج. سبحان الله العظيم. وقد اكرمنا الله جميعا برحمته وفضله ان جعلنا من امته. وان الانسان اذ يحمد الله ان الله جعله عبدا له ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبق أيها المباركون إلا شيء واحد أن الإنسان يسأل الله أن لا تسلب منه هذه النعمة حتى يلقى الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن يجأر إلى الله أن لا يسلبه نعمة الإيمان والإسلام حتى يلقى الله تبارك وتعالى. السعيد كل السعادة من آتاه الله نعمة التوحيد واتباع السنة ثم أحياه واستعمله في العمل الصالح ثم قبض روحه على هذا المعتقد وذلك.